هذه هي القصبة. السلام عليكم. باش تروح لدار خداوج العمية ولا قصر خداوج العمية كيما شتو راني وليت لكم منو عندكم طلعة هكا 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 منو ها هو لا هو هذا هو قصر خداوج العمية المتحف العمومي والوطني للفنون والتقاليد الشعبية. هذه المقتنيات تاعها هذه واش كان عندها ما شاء الله أثار لي مبنى قديم غير معروف. سبحان الله دار من تحت الأواني التقليدية تاع هذاك الوقت هذاك الصندوق تاع الخزانة صندوق تاع الخزانة صندوق تاع حوايج شوف الجرة هذي ايش هي هذي خزانة تاع بكري هادو هي معصرة تاع زيت الزيتون هذه معصرة تقليدية تاع زيت الزيتون ما شاء الله باب منزل إيغيل أعلي القرن 19 تاريخ الدخول إلى المتحف 1940 خويا الباب هذا راه قديم علاش بابا ابني نفسه هذا لتحت ما شاء الله انا طالع للطابق الاول قال لك فيه بريمير ودوزيام
شوادي تاع الخبز، السل تاع الخبز تاع تلمسان، هادي بنيس نص محرز، محرز حاضر خويا. يا العين مرغني يا درا خوتي، با 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 ما شاء الله. هذا بالله من فوق، هذا بالله من فوق، هذا مليح كيما كان يبغي يبني داري يعني. أوه دخلنا للسلاح، بندقية بشطولة، بندقية بشطولة كونستانتين تاع قسنطينة، حاملة خراطيش ديجل، حاملة مسدس ديجل، سهم تومن راست خويا، ورا السهم تاع تومن راست. يا هضر السلاح تاع بكري، يا هضر حبة لازم متخرجهاش ما شاء الله. السيوف تاع بكري والله غير شابين، مازالو هادو تتفاصل مازالو يتباعو في تمن راست، ترى الصحراء تلقاهم. هذا قرن، هذا تاع البارود وغيرة، يديرو فيه البارود. هادي وقيلا قاع يلمو فيهم بارود، شوف همسو، واه بارودية، واه من النحاس، تعمر فيها البارود ومن بعد البارود هذاك تعمرها في المسدس. هادي ما هادي شيلة درع وليك، والله كنت حاسبة هادو خدامة تاع بكري. شحال شابين، شو الموس البوس عادي، يضرب القرن العشرين سما خناجر تا من راست. شو بالرموز هاديك تاع تيفينا، ما شاء الله شابين بزاف. هذا ثاني قصر شباب، ننصحكم تجو ليه يستاهل. هادو قال حقنا لهم هنا نعرفها قصعة صوالح، هادو أحسن كسكس هو كسكس أمي. 2020 إدراج الكسكس رسميا في قائمة التراث الثقافي الغير المادي اليونسكو. يشترك هذا الطبق الشعبي في 4 دول: الجزائر، المغرب، موريتانيا وتونس. أواني النحاسية، هما محاطين صوالح فتاعنا تجرني. نتخيل الناس كيفاش كانت عايشة هنايا، والله العظيم في هذا الجمال وهذه الروعة. هذه الخداوج العمياء كانت بنت إنسان غني جدا، هي بنى لها هذا القصر لها. فينالمون كانت كاين روايتين، كاين اللي يقول لك عمياء تعمات، وكاين اللي يقول لك كانت عمياء، وكل واحد وكيفاش. نعم النساء ترقية خاص بالمناسبات، يا رب ترقيات التوانا شي يلبسو، والله الله كلاس. وهذا لباس رجالي، هنا شوية تشوف راسي تشوف تشوف بعض، لا مشي هاك نقرب، يا رجع لي ها.
جميلة جدا. عليك الزليج عليك. قرون قرون وما زال قاعد بروح. عليك السقف الخشب يا أخوان. القصر هذا مش كيما القصور الاخرين، دايرين كشغل الساحة تاعه دايرين الفوق في الطابق الاول، كشغل على الشارم شوية على قصر عزيزة وقصر مصطفى باشا، عندها خاصية تاعها وحدها. ما شاء الله وجد الحاجة شابة تاني، كشغل السقف تاعه مغطينا تسمى كي تكون الامطار ولا في درجة الحرارة ولا السقف هذاك راح يلاقي عليك. بصح ممتع خاوتي، حق الله غير ممتع. يا الله يبارك. الجزائر الماضية تحاش على الشباب. ما شاء الله الله يراني نتمشى ونستمتع يا خاتي. لازم تجولة 20,000 دخلها مشي حاجة، والله ما حاجة تي تخلص 20,000 تضرب 10 دقائق ولا. ما شاء الله وكان عندها تاقة منا ترقب على زوج عيون عندها تطلع للبحر ديركت. ما شاء الله السلام عليكم خوتي. هاد الصندوق شحال شباب شو متعة. ما شاء الله خوتي. شوف الله يبارك خزانة والمرايا. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you.